صدق قلبي انا قلبي قلبي تالي مريم. صباح الخير. صباح النور. ما تكوني عشقانة لحتى نقيت فيلم قلبي ده. عشقانة؟ في حدا مش عشقان جواي؟ ليه مريم؟ لا صرت كتير صريحة. مريم ليه ما خبرتينا؟ على كل حال رح بيكون كثير سعيد الحظ وبيته براس العلا. ميرسي جوال. تفضلي مريم. إذن هالفيلم هو يلي جمع أشهر ثنائي بالأربعينات أنور وجدي وليلى مراد، وبهالفيلم بالذات طلب أنور وجدي يد ليلى مراد وأعلن وجدي نبأ الزواج بعد رقصة الفالس الشهيرة على ألحان أغنية الفيلم الرئيسية أنا قلبي دليلي. قلبي دليلي هو الفيلم يلي أنتج بالعام 1947، يعني بنفس السنة يلي تزوج فيها أنور وجدي وليلى مراد. طبعا ما كان الفيلم الأول يلي جمع هالثنائي، ولكن يعد من أهم الأفلام يلي قدموها مع بعض، حتى أنه يعد من أنجح الأفلام يلي قامت ببطولتها ليلى مراد. الفيلم استعراضي غنائي بيبدأ مع رجال البوليس بمحطة القطار وهني بانتظار القبض على فتاة مهربة. بتصادف ليلى بنفس القطار وبتصدر منها من دون قصد إشارة كان من المفروض أنها تصدر من فتاة التهريب. بيقبضوا عليها رجال البوليس، ومع أنه بيكتشفوا الخطأ إلا أنه بترجع ليلى بتتعرض للخطف من قبل العصابة. ولما بينقذها البوليس بيوضع الضابط وحيد ليلى تحت المراقبة الدقيقة، ومن هون تبدأ سلسلة من الأحداث الطريفة بين ليلى ووحيد ومجموعة من رجال المباحث ومجموعة أخرى من رجال العصابة. وعلى وقع هالأحداث تنشأ قصة حب بين ليلى ومراد. إذن قلبي دليلي هو هالفيلم هو من إخراج أنور وجدي والسيناريو لأبو سعود الإبياري والبطولة لليلى مراد، أنور وجدي، بشارة وكيم، زوزو شكيب وفريد شوقي، وطبعا غيرهم من أهم ممثلي تلك الفترة. أما أشهر أغاني هالفيلم إن كان أنا قلبي دليلي أو اضحك كركر أو أنت سعيدة فهن من تلحين محمد الأصبجي الملحن صاحب المدرسة الخاصة بالتلحين والغناء، ولا مرة قلد حدا بألحانه. ألحانه كانت نسيج متجانس بين أصالة الشرق والأساليب الغربية المتطورة. محمد الأصبجي كان مجدد، هو يلي ارتقى بالموسيقى الشرقية نحو عالم جديد، وألحانه
أضافت على هالفيلم بالتحديد نكهة خاصة. حسنا وربك يكتبها لك. ادفع 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 طلع 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 ادفع طلع ادفع طلع ادفع طلع. مريم، فينا نقول انه انور وجدي هو يلي اطلق ليلى مراد واكتشفها سينمائيا؟ نعم جوال، لا، انطلاقة ليلى مراد الفعلية كانت مع محمد عبد الوهاب يلي كان عم بيحضر لانتاج فيلمه الثالث يحيى الحب. عرض الامر على والدها زكي مراد يلي كان احد كبار مطربي العرب. والدها رفض خوفا من مؤامرة فنية محتملة على صوت بنته، لانه كان يعرف انه محمد عبد الوهاب كان يخصص لنفسه اللحن الاقوى بافلامه، لكن عبد الوهاب قدر يقنع الوالد وكان يحيى الحب الفيلم الاول لليلى مراد. وبهالفيلم انطلقت ليلى مراد سينمائيا. وقتها أنور وجدي انتبه لأهمية ليلى مراد سينمائيا، طلبها للزواج. قصة زواج ليلى مراد بأنور وجدي كان لها إيجابياتها وسلبياتها على حياتها الفنية، مع أنه الأفلام يلي كانوا يقدموها مع بعض كانت من أنجح الأفلام جماهيريا، إلا أنه أنور وجدي كان بده يحتكر ليلى مراد، كان دائما يرفض أنه تقوم ببطولة أي فيلم من غير إنتاجه، إلى أن انفصلوا عن بعض بمنتصف الخمسينات. من بعدها اعتزلت ليلى مراد الفن وكانت بعد ما بلغت 40 من عمرها. نعم، يعني ليلى مراد اعتزلت بكير الفن، السبب هو انفصالها عن أنور وجدي؟ جوال، ليلى مراد ما اعتزلت إلا بسبب اتهام أنور وجدي إلها بالتعامل مع إسرائيل، على أساس أنها كانت يهودية وقبل اعتنائها الإسلام، ومع أنه عبد الناصر تدخل شخصياً لمنع مقاطعة أغنيتها إذاعياً، مع أنه الوثائق أثبتت بعد ذلك براءة ليلى مراد، ولكن الصدمة كانت كبيرة على ليلى مراد. أصيب صوتها بالجفاف بسن مبكرة وانزوت بعيداً عن الأضواء 40 سنة قبل وفاتها بالتسعينات. يعني نعم. كان عمرها 40، هي توفت ب 80، ضلت 40 سنة بعيدة عن الأضواء. توفت بالتسعينات، ضلت 40 سنة. نعم. طيب شكرا لك مريم، رغم هالفترة القصيرة قدرت تحقق نجاح كتير كبير عالمي. صحيح. وعربي يعني. صحيح. شكرا، بنشوفك التنين. رح نتابع أخبارنا من بريطانيا هالمرة، لنتعرف على حانة الخدمة فيها ذاتية، وأيضا بالإمكان تناول البيرة من الحيط. تقرير. ويستبورن هو اسم هالباب ببريطانيا. هو باب عادي، في كراسي وطاولات، شوية أكل، كحول وبيرة على أنواعها. لكن المهم بالقصة إنه الزبون بيسكب لنفسه البيرة. الزبون لما يدخل بيحصل على بطاقة خاصة، بهالبطاقة بيطلب البيرة وبيسكب الكوب على الطاولة نفسها، مش ضروري يروح على البار وينتظر. أما الزبائن اللي بيحبوا يسهروا واقفين، فهناك البير وول، أي حائط البيرة، بيسكبوا من الحيطان. الفكرة حلوة، لكن هل ذلك بيعني تراجع بعدد الموظفين؟ أبدا، بيأكد صاحب الباب. على العكس، الموظفين أكثر، لأنه الإمدادات بدها يد عاملة على مدار الساعة. بيرة من الحيط وبيرة من الطاولة، انحلت مشكلة الزحمة بالباب ببريطانيا. اهلا وسهلا فيك المحامي اديب نعمه، مستشار بالتنميه بالاسكوا وبوزاره الشؤون الاجتماعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بونجور. كيفك؟ ينعاد عليك. وعليكم. اليوم رح نحكي عن الدراسه اللي انتم فيها جديد بالاسكوا وبالتعاون مع المعهد العربي لانماء المدن، وهي دراسه حول نسبه الفقر بطرابلس. هذه منها الدراسه الاولى اللي حضرتك بتكون مشارك فيها. النسبة من قبل لليوم عم بتزيد نسبة الفقر بطرابلس. خليني شوي احكي عن الدراسة شو فيها شيء جديد. هاد الدراسة فيها شيء مختلف، لأنه لها جانب علمي وقيمة علمية شوي مختلفة عن السابقين، لأنه نحن بهالدراسة ابتكرنا أسلوب جديد لقياس الفقر على مستوى المدينة نفسها. وهذا الدليل اللي طورناه هو دليل جديد، يعني لهلا لاول مره يستخدم، وفي احتمال بانه بالتعاون مع المنظمات، منظمه المدن العربيه ومع المعهد العربي لانماء المدن، نقدر نعممه على كل المدن.
وثانيا لانه هي بتقيس الفقر بطرابلس يعني بقلب المدينه، ويمكن يطبع كل المدن الاخرى، وبيبين الفرق ما بين الاحياء بداخل المدينه نحن عم نستخدمه. هلا طبعا هي مش اول دراسه، لكن من النتائج اللي طلعت معنا لانه قدرنا عملنا شويه مقارنات، تبين معنا بانه الفقر بطرابلس للاسف عم يتعمم وعم يزيد الى درجه انه طرابلس عاده المدن بيقولوا عنهم انه بتبقى المدينه مقبوله بيكون فيها جيوب فقر. بحالة طرابلس عندنا مدينة فقيرة في بقلبها شوية جيوب لناس مرتاحين. نعم، آخر دراسة أنتم فيها أي متى كانت لحتى عم تقارنوها بال؟ نحن هون يعني في دراسات صارت بال 2004 2005 وفي دراسات صارت بال 95، لكن بالنسبة لحالة طرابلس نحن قارنا الخريطة اللي قدرنا عملناها للفقر مع خريطة كان عاملها ديران هرمانديان سنة 2001، وبينت يعني 10 سنين تماما لانه الدراسه الميدانيه هون تمت باخر 2011. تبين معنا للاسف انه كل جيوب الفقر اللي كانت موجوده بال 2001 ومحدده على الخريطه طلعت كلها بعدها فقيره والفقر توسع زياده. فمشان هيك عم نقول بانه في حاله توسع شامل افقي للفقر بمدينه طرابلس باستثناء بعض المناطق. نعم، طيب استاذ نعمه، عم تعملوا دراسات فقط عن الفقر ولا عن تداعياته؟ لانه نحن بنعرف انه الفقر له تداعيات كثيره، السرقه، الاهمال، انقراض منظمات ارهابيه، هذا كله بياثر على حياه المواطنين. خليني اول شيء صح شوي فكره شائعه، دائما الناس بيقولوا بانه الفقر هو بيسبب الحرب وبيعطوا طرابلس مثل. الحقيقة بحالة طرابلس وبعتقد بأماكن كتير الوضع معكوس. الحرب والنزاع اللي كان حاصل بطرابلس واللي عمره من سنة 1980 هو اللي ولد الفقر وليس العكس. وهيدي فكرة خطأ، يعني إذا الواحد بده يختزل ويقول الفقر هو سبب الحرب غلط، لا بل الأصح نقول الثروة هي سبب الحرب وليس وليس هو وليس الحرب بدها مادة كتير، وعادة الحرب بتصير على محل اللي فيه ثروات يعني مش هالمحل، لكن يعني هي من المشاكل. طرابلس لأنه تعرضت بشكل دايم لحالات موجات من التهميش وصولا إلى موجات التوتر الأمني والشيء المتزايد، تم تعطيل لدور طرابلس الاقتصادي وتم تعطيل الحياة الاجتماعية والثقافية فيها، ودخلت بمسار تدهور من 20-30 سنة لهلأ. هالمسار هذا بيخلق كل أنواع المشاكل، ومن ضمنه طبعا يعني بجدد عملية الفقر. هلا الدراسة نحن ما بس معمولة، يعني نحن عنا إطلاق للدراسة بكرة بطرابلس بغرفة التجارة والصناعة الساعة 10، لكن نحن مش حنطلق بس الدراسة الحياة، حنطلق بنفس الوقت مشروع تصور أولي لخطة تنمية شاملة لمدينة طرابلس كاستجابة لهالمشكلات اللي نحن طرحنا. ترتكز على شو هالخطة؟ هالخطة بترتكز على نتائج هالدراسات اللي هلأ انعملت ونتائج عمل سابق، لأنه في شيء سابق متراكم عملته البلديات، عملوا نواب المدينة، في الخطط اللي أقرتها الحكومة للأنفاق. بس قصدي شو خطواتها هاي الخطة؟ خطواتها أولاً أنه نبدأ بمعالجة الثغرة اللي كانت موجودة بالسابق، لانه نحن لما عم نقارن مثلا 2001 لل 2011 او هلا، صار في انفاق بطرابلس، صار في ناس فتحوا مدارس وناس فتحوا مستوصفات وناس عطوا قروض وناس عطوا مساعدات خصوصا بمواسم الانتخابات وما شابه ذلك. مع ذلك الفقر زاد. فاول استنتاج الواحد لازم يعمله بانه هالتدخل الجزئي والتدخل اللي له طابع توزيع، انه انا بس بوزع ومؤقت، ما بيحل المشكله. بدنا نغير في دينامية بقلب المجتمع، هي دينامية تدهور، بدنا نستبدلها بدينامية صعود. فأول فكرة بأنه نحن نطلع من أسلوب أنه نوزع نحل المشكلة بأنه نعطي للواحد فرنجين، يعني بدنا نغيره. ثانيا ما بنقدر نعالج جانب ونغفل جانب، يعني ما فينا نقول بدنا نعمل مشاريع اقتصادية ونغفل الجانب الاجتماعي، ما فينا نعالج الجانب الاجتماعي ونغفل الجانب التربوي والصحي، ما فينا نغفل الجانب الأمني، ما فينا نغفل الجانب اللي له علاقة بصورة طرابلس اللي هي مسألة أساسية، صورتها مش بس تجاه الخارج، صورة يعني خطة بحاجة لكل قطاع أو مؤسسة أو فرد من أهل طرابلس كرمال تقدر 100%. أولا الخطة لازم تكون شاملة وإلا ما بنكون عملنا شيء، والثانية لازم الكل ينخرطوا فيها بدءا من مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة والوزارات، لأنه غالبا كمان توجه لخطط التنمية الواحد عم يتصرف كأنه الدولة ما موجودة. صار في تواصل مع الجهات الرسمية؟ في طبعا، يعني تحضير الخطة يعني عم يتم، وخاصة الاقتراح اللي نحن حنقدمه بكرة صار في اجتماعات واسعة.
ثانيا نشاط هذا عم تقوم فيه ثلاث جهات، هن وزارة الشؤون الاجتماعية والأسكوا وبرنامج أمم المتحدة الإنمائي مع البلدية ومختلف الفاعلين. نأمل أنه ننجح هالمرة بأنه نحط خطة على طابع مستدام ومستمر لنقدر ننفذ هذا الشيء، لأنه إذا ما نجحنا فيه يعني بنكون فوتنا فرصة. هلأ الخطة الأمنية ناجحة والوضع نسبيا مستقر، إذا ما عملنا هذا الشيء يعني ما حنقدر نعمله. أستاذ أديب، لما نصنف عائلة فقيرة شو يعني؟ يعني بأي ظروف اجتماعية عايشة؟ هذا جانب من الدراسة اللي عملناها. نحن دولنا طورنا شيء اسمه دليل الحرمان الحضري، بيغطي أربع أبعاد. يعني إحنا أخذنا ما أخذنا الدخل الحقيقة، لأنه إذا بدنا ناخذ الدخل، الدخل معقد وطريقة قياسه، نحن بدنا نعمل طريقة بسيطة لنشوف العائلة. لذلك في 12 مؤشر نحن عم ناخذهم. إذا البيع أولا بيغطوا التعليم والصحة والسكن والأوضاع الاقتصادية. بس لأعطيكي مثال، إذا أخذنا التعليم نحن عم نسأل إذا البي أو الأم أميين أو ما معهم شهادة ابتدائية، فهذا يعتبر دليل حرمان. إذا في ولد بالأسرة ما بين الأربع سنين والخمستعشر سنة برات المدرسة، فهذا يعني أنه في حالة حرمان بطبيعة الحال. وإذا ما في حدا بالعائلة ناجح بالبكالوريا، كمان هذا معناتها أنا عندي حالة حرمان. وهيك عم نعمل بكل ميدان. ناجح بالبكالوريا حتى لو مقدم وراسب؟ لا، نحن عم نشوف مين معه شهادة، لأنه إذا أخذ البكالوريا هذا بأهله لأنه يقدر يلاقي عمل أحسن بأهله يفوت للجامعة. هذا نحن بنسميه مؤشر قدرات. يعني العائلة اللي ما فيها حدا معه شهادة بكالوريا ناجح فيها، معناتها هالعائلة ما عندها إمكانية تقدر تطلع من حالة الفقر. وبيفاجئك الرقم، 76% من الأسر بطرابلس ما فيهم حدا معه شهادة بكالوريا. رقم ضخم كتير طبعا. هيدي بعد ما حكينا بغير نقاط كل الأمور التانية. نحن مثلا بالموضوع يعني أخذنا مثل صغير هالموضوع يلي بتوصل نسبته لـ 76. على مثل تاني، مين اللي عنده تأمين صحي؟ نفس النسبة، 76% من الأسر ما عندهم تأمين صحي، وبينما النسبة بلبنان حوالي 50%. يعني في فرق. اللي ما عندهم حساب مصرفي، لانه نحن اللي عنده حساب بالبنك بيكون يا موظف بالدوله يا موظف بشركه، يعني عنده عمل مستقر، استقرار بالعمل. مظبوط. ففي 78% ما عندهم حساب مصرفي بمدينه طرابلس. طيب، على امل انه هالخطه تمشي وتتنفذ باسرع وقت وتوصل لنتائج ايجابيه ان شاء الله بالايام القليله المقبله. ما بعرف قد ايه قليله، يعني ما انا قليله، اكيد هي خطه على المدى الطويل، بس بنتامل انه تعطي نتيجه لاهالي طرابلس، بيستاهلوا كل خير. يعطيك العافيه وشكرا لحضورك معنا المحامي اديب نعمه، مستشار في التنميه في الاسكوا وزاره الشؤون الاجتماعيه. الف تحيه لكم. شكرا. بريك، نرجع نتابع اخبار صباح.